يا نور استاذ احمد، قراءة حضرتك النهارده والرئيس والموازنة القادمة 22-23 والإعداد لحزمة فورية من الإجراءات المالية والاجتماعية لتخفيف الأعباء عن الناس ومساعدة الشعب المصري، قراءة حضرتك إيه؟ بص حضرتك، القراءة الأولى لما أعلن اليوم بتقول إن إحنا هنحافظ على المعدلات اللي حققناها قبل كده. يعني بقولها لك من كلمة واحدة بس، إن هو النهاردة بيقول لك أنا هيبقى عندي إن شاء الله فائض أولي 1.5%. أيوه 1.5% فائض أولي، يبقى دي معناها إيه؟ إن أنا إيراداتي هتبقى أكتر من مصاريفي بال1.5% دي. ودي حاجة يعني إيه، بقى لنا 3 سنين الأول كنا 0.5% وبعد كده 1%، يعني محافظين عليها، وده مؤشر جيد جدا لما سيكون. طبعا يعني احنا شفنا أزمة كورونا وشفنا الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية للتخفيف عن كاهل محدود الدخل. محدود الدخل دول يعني في عينين رئيس الجمهورية وفي عينين الناس كلها. نعم. وبالتالي من الرقم اللي اتقال عن الدعم 323 مليار جنيه مع استهداف محدود الدخل فعلا واستبعاد المتطفلين على محدود الدخل اللي هم ما يستاهلوش ياخدوا حاجة وبياخدوا، يبقى معنى كده ان فعلا محدود الدخل هيكون تم دعمه بمبالغ اكتر من اي موازنة سابقة. طيب رقم واحد هنا قراءة حضرتك انه محدود الدخل هيتم، القراءة الاولية للكلام، هيتم دعمهم بمبالغ اكتر من اللي كان قبل كده. ايوه انا طبعا بتكلم على المبلغ اللي هيروح للشخص. ايوه ليه؟ لان احنا عارفين كان كام، دايما كان كام المبلغ هو 323 مليار. ايوه بس طبعا الاستهداف المرة دي هيبقى ادق، احنا كل سنة الاستهداف بيبقى ادق من اللي قبليها. ليه؟ لان احنا عندنا قاعدة بيانات النهاردة، عارفين مين اللي محتاج فعلا ومين اللي كان اسمه محطوط غلط. الناس اللي بقى اسمها محطوط غلط دي تم استبعاد الغالبية منهم. فطبعا كده انت عارف ايه، كلما قل العدد زاد نصيب الفرد. هو ده بقى ايه اللي ماشي في مصر النهارده. الراجل الغلبان هياخد حقه ان شاء الله وزياده. وتوجيهات الرئيس واضحه، ودي محل مش اول مره تحصل. دي يعني في تالت مشكله، اول مره كانت مع التعويم مع بدايه الاصلاح الاقتصادي 2/11/2016، ده كان اول توجيه من السيد رئيس الجمهوريه. واخد بالك ان ايه، عايزين نحافظ على محدودي الدخل وندعمهم. كويس. دي كانت البدايه. الثانيه كانت في ازمه كورونا. الثالثه النهارده في الازمه بتاعه اوكرانيا وروسيا اللي هي جايه لنا من بره مصر خالص. ولا لينا دعوه بيها ولا الحكومه ليها دعوه بيها. لكن حظنا دولتين يعني يعتبروا سله غذاء العالم، بيسيطروا على 35% تقريبا من غذاء العالم، بيسيطروا على 40% من انتاج الاسمدة في العالم. وبالتالي لما تتوقف الدولتين دول عن انتاج اسمدة او تصدير اسمدة بمعنى صح وليس انتاج، يبقى معنى كده ان المحاصيل كمياتها على مستوى العالم هتقل. يبقى اسعار هذه المحاصيل هترتفع علينا احنا كلنا. نعم. بما فيهم مصر. هذه الأزمة دي أول مرة يعني واجهنا حاجة زي دي، حاجة جاية لك من برة بالكامل بموجة تضخمية بقالها 7-8 شهور شغالة، بس طبعا زادت خالص. أديك شفت الأول مرة يعني الفيدرالي الأمريكي بيرفع الفايدة من فترة كبيرة. وبالتالي كل البنوك المركزية اللي في المنطقة بدأت ترفع الفايدة. كل دوا بيمثل يعني تحدي يعني للي بيحط هذه الموازنة لزعيم الأمة اللي عايز يحافظ على أولاده
الانحياز، الانحياز للناس للمواطنين، انحياز واضح بقاله 7 سنين بس واضح في الـ3 أزمات دول انحيازه واضح وايه وضخم مش طبيعي. وانا متوقع الريس هيبقى طالبه. ايه هو دي بقى شغلتنا. شغلتنا ايه اللي تتوقع؟ لا مطابق، خد بالك الريس، يعني في المعاشات. ايوه اتفضل. وفي المرتبات اللي هو من قبل ما تحصل اي حاجة في 40 مليار جنيه زيادة اتحطت فيها. في انحيازه للفلاح قبل ما الفلاح يزرع القمح ورفع اسعار توريد القمح 100 جنيه وحفزها الاسبوع ده ب 65 جنيه بخلاف بخلاف حوافز اخرى. يعني بخلاف حوافز اخرى، السماد وغيره وغيره يعني. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان احنا القمح رفع 165 جنيه لكل مورد القمح. ايوه. وانا من منبرك ده بدعو جميع فلاحين مصر زي ما هم طول عمرهم واقفين مع البلد. الفلاحين الفئة الوحيدة التي لم تعترض واخد بالك في حياتها على ايه؟ على حاجه في البلد دي. نعم. ان شاء الله ربنا السنه دي سطرها معانا، وكان الجو مثالي جدا، والجو الشتاء ده اللي لغايه دلوقتي مطر النهارده، مطر دلوقتي لزراعة ايوه لزراعه القمح. يعني اللي احنا متوقعينه ان شاء الله السنه دي محصول اكثر من العادي. ليه؟ لان الجو كان ملائم جدا للزراعات الشتويه وعلى راسها القمح، فان شاء الله في محصول كويس للفلاح، في سعر كويس للفلاح، في لازم كلنا بوزع الوطنية ان احنا واخد بالك نورد الحاجات بتاعتنا. ايوه نورد القمح. واخد بالك اللي احنا زرعينه ليه؟ القمح اللي احنا بنورده. نعم. وبيرجع للمواطن مرة اخرى في صورة عيش مطعم. مظبوط. نعم. يعني ال 60 مليون ولا 70 مليون اللي بيستفيدوا من دعم رغيف الخبز. نعم. طب ما هو احنا الزرع بتاعنا بيرجع لهم، زائد الدولة بتستورد قد اللي بننتجه. فعليك ما تدعو اهالينا مزارعين يوردوا كميات كبيرة من القمح السنة دي ان شاء الله. نعم. ان شاء الله وربنا مبارك في، ان شاء الله هيبارك في المحصول لان الجو مثالي. طيب سيادة النائب انا هقرأ لحضرتك فقرة مهمة. وجه السيد الرئيس الحكومة بضرورة الاعداد الفوري لحزمة من الاجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري. الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية هنا تتوقع الحزمة عبارة عن إيه؟ الحزمة يعني إن شاء الله كلها دعم لأصحاب المعاشات. أيوة. دعم للموظفين. أيوة. دعم للفلاحين. أيوة. أو المزارعين عشان يبقى يعني أدق في التعبير. يعني هتلاقي انا حاسس انا كمواطن مصري وشفت اللي الريس عمله في الازمتين اللي قبل كده. عارف ايه اللي هيعمله المره دي، وهيعمل اكتر من الناس متخيله. بس احنا لازم كلنا نساعد الحكومه، لان فعلا القصه يعني كبيره قوي المره دي. المره دي يعني قصه احنا مالناش دعوه بيها. وتضخم غير مسبوق. يعني التضخم ده هو يعني اديك شفت امريكا بتشكي من التضخم، اوروبا بتشكي من التضخم، العالم كله ما فيش دوله بتشكيش. بالظبط. نعم. فلازم كلنا نبقى فاهمين الكلام ده. يعني الكلام ده يعني مش متداري. يعني ليس هناك عيب في الحكومه، بالعكس. حكومتنا حكومه ممتازه. حكومتنا بدات الاصلاح الاقتصادي اللي حكومات كتيره لم تجرؤ ان هي تبداه. عشان عندها قياده سياسيه. قياده سياسيه عارفه هي بتعمل ايه في بدايه الاصلاح الاقتصادي. اكيد في ناس كانت زعلانه. نعم. لكن النهارده بعد ست سنين بنقول احنا لولا الاصلاح الاقتصادي ما كناش نقدر نواجه كورونا. ولا كنا هنقدر نواجه الازمه اللي موجوده. لا ولا كنت تقدر تدي الحالية. فلوس او دعم للناس زي ما انت بتعمله دي النهارده، ولا تقدر تعمل مشاريع. 323 مليار للدعم. انا كنت نايب وحاضر. دراسة كانت عاملاها احد الجهات اليابانية الدولية، كانت بتقول لك في 2020 سرعة السيارات في مصر هتبقى صفر. الجايكا كانت عاملة حاجة كده. الجايكا كان عاملها الجايكا بالظبط. دولة رئيس الوزراء اتكلم عليها فعلا مرة. ايوه ده انا حاضرها. نعم. واخد بال حضرتك.
فالحمد لله احنا دينا في 2022 العربيات اسرع من 20 سنه اللي فاتت. متوقع سياده النائب ايه اللي هيزيد في الموازنه الجديده؟ اجور ايه المتوقع يزيد؟ يعني لما تيجي تشوف المشروع الموازنه ايه المتوقع يزيد؟ الاجور طبعا هتزيد، دي ما فيهاش كلام. الدعم هيزيد نصيب الفرد. لكن طيب معلش هنا النقطه دي فسرها لي شويه، انا عايز تفسير ايه اللي هيزيد نصيب الفرد. هيزيد نصيب الفرد ليه؟ لان قواعد البيانات اللي عملتها وزاره التموين والتكافل والتضامن الاجتماعي والرقابه الاداريه، وهي احد الجهات المحترمه في البلد. نعم ياخد بالك، واشتغلت وتعبت في هذه قواعد البيانات. هذه القواعد واخد بالك طلعت كل المتطفلين كانوا عليها اللي هم ما يستحقوش ياخدوا الدعم. وبالتالي عدد مستحق الدعم يعني على طول في تنقيه ليه فبيقل. نعم. فلما بيقل ومبلغ الدعم الريس بيثبته او كان بيزوده قبل كده، يبقى معنى كده نصيب الفرد على طول بيبقى اكتر، يعني اكتر من 50. لا سيبك من 50 جنيه، ده ما تبصش على 50 جنيه. ما تبصش على 50. لا الدعم في حاجات كتير تاني. دعم في كل حاجه. لا هي مش قصه 50 جنيه بتاعت التموين. لا لا طبعا واخد بالك. اللي هيصل للراجل محدودي الدخل اللي هو محتاج لهذا الدعم اكتر من اللي كان بيصل له في الموازنه الحاليه. كويس قوي. جميل. فدي حاجات يعني لازم تبقى الناس كلها ايه عارفاها. بس لازم نساعد بعضينا. نساعد بعضينا بايه؟ نعم. ان احنا نرشد استهلاكنا. نعم. ما نستهلكش غير يعني الحاجات الضروريه. نعم. بقدر الامكان الاستيراد نقلل منه الفتره دي. اكيد يا سياده النائب ما حدش هيجيب حاجه ويرميها في البيت، يعني اكيد هيجيب احتياجاته بس. الناس ما عندوش فلوس كتير زياده عشان يقدر يشتري يعني حاجات يركنها. لا بس برضو في الاستيراد لازم يبقى في نوع من الايه الترشيد. الترشيد ليه؟ لان الاستيراد ده ضغط على العمله بتاعتي. نعم. انا دلوقتي واخد بالك ما ينفعش، واخد بالك في حاجات انا ممكن ااجلها يعني. يعني فتره التضخم دي في حاجات كتير ممكن تتاجل. زي ايه؟ والامور هترجع بعد كده ايه امور زي الاول واحسن. بس ايه اللي ممكن تاجله؟ ايه اللي ممكن تاجله؟ لا هو بص، هو نمره واحد طبعا الاكل بتاع الناس لو مش هيتاجل. لا طبعا. العلاج مش طبعًا. هيتاجل. نعم. واخد بال حضرتك؟ التعليم مش هيتاجل. ما دون ذلك فممكن تاجيله. نعم. يعني يعني احنا كل اسره لازم تبقى لها اولويات. يعني ليه؟ لان انت خد بالك فاتوره الاستيراد بتاعتك عاليه جدا جدا. نعم. جدا. نعم. وفيها حاجات غريبة جدا جدا جدا. يعني انت لما تقوم بتستورد عنب، ده كلام منطقي. احنا عندك فنادق وعندك سياح وعندك سياحة. طب ما احنا عندنا، ما احنا احنا بنصدر يعني جميع انواع الفواكه على فكرة بالمناسبة. يعني شايف استيراد العنب مش لازم عنب دلوقتي. مش لازم عنب يعني في الشتاء يعني، ما حبكتش يعني بتاكله في الصيف بس. نعم. بس واخد بالك احنا الحمد لله يعني التصدير الزراعي بتاعنا بيعلى وبنفتح اسواق جديده على طول. نعم. ودي حاجه كويسه جدا. هتجيلكوا امتى الموازنه؟ هتجيلكوا امتى؟ طبقا للدستور قبل اخر الشهر. انهي شهر؟ الشهر ده؟ الشهر اللي احنا فيه اللي هو قبل انتهاء العام المالي ب 90 يوم على الاقل. يعني هتجيلكوا الاسبوع الجاي مثلا؟ يعني ممكن نقول مثلا خلال 10 ايام 9 ايام 10 ايام. ما احنا بنتكلم اهو خلاص، احنا النهارده 20 في الشهر. النهارده 20 في الشهر، خلال 10 ايام ان شاء الله هتكون موجوده يعني ان شاء الله. يعني هي لازم الموازنه تجي لكم قبل نهايه هذا الشهر. ده ميعاد دستوري ما فيهوش كلام. نعم. طيب ايه الاجراء اللي بيتعمل لما تجي لكم الموازنه من الحكومه؟ اول ما بتيجي الموازنه من الحكومه بتجي لكم انتوا كلجنه. بيحلها السيد رئيس المجلس. للجنه. للجنه. بنبقى على طول بنبدا تنعقد اللجان. بصفه انا مش عايز اقول لك احنا بقالنا سنتين كل شغلنا كان في شهر رمضان. بصفه مستديمه. وهتشتغلوا في رمضان؟ طبعا ان شاء الله. هذه الموازنه من اصعب الموازنات اللي ممكن تكون مرت على مصر. ليه؟
لا برضو التضخم اللي حاصل ده وده كلام مش سهل، وبعد كده ازمه مش عارفين نهايتها امتى. ازاي يعني؟ بس هيشوف ازمه كورونا واحد على 10 من الازمه الحاليه. دي صعبه عشان انها اصعب ازمه بتواجهنا او بتواجه العالم. طبعا. ليه؟ انت ممكن دوله تكون ما عندها فلوس بس ما تقدرش تستورد حاجه معينه. نعم. مقفول عليها في روسيا ولا في اوكرانيا ولا نعم. في الكلام ده. نعم. واخد بالك؟ معاك فلوس ما تعرفش تجيبها. نعم. طب واللي ما معهوش فلوس بقى هيعمل ايه؟ لازم يفتح سوق جديده. نعم. وبسعر برضو يكون مناسب. نعم. يعني وعشان كده القصه المره دي لا، عايزه تكاتف من الشعب ومن الدوله ومن الحكومه، والحمد لله ان ربنا رزقنا الرئيس سياسيه الرئيس يعني الرئيس يا سياده النائب ينحاز الناس والحكومه ايضا وانتوا كمجلس كمان كلنا مع الناس كلنا مع محدود الدخل وكل ما عنده جاتلكم الموازنه ومتوسط أي من الدخل برضه ينحاز الناس تقفوا معاه اي طبعا من. ده ما فيش كلام يعني. جميل. نعم. كلام منتهي ان يعني انحياز الرئيس ده ما فيهوش كلام. نعم. وانحيازنا وانحيازك وانحياز المصريين كلهم كلنا لمحدود الدخل. نعم. وديك انت شايف الجيش النهارده. نعم. فتح منافذ في مصر كلها. نعم. يعني واخد بالك؟ وجهات اخرى كتيره واخد بالك فتحت منافذ في مصر كلها باسعار اقل من اسعار السوقيه. يعني هو ده كله ايه بقى؟ ده كله توجيهات القياده السياسيه واتنفذت على ارض الواقع. نعم. سياده النائب بشكرك ياسر عمر، بشكرك شكرا جزيلا.